نستنشق اليوم معا عبق حرفة عريقة. صنعة ماء الورد هو كيمياء. كيف ومتى بدأت في الجبل الأخضر؟ الورد العماني يعتبر هي الوردة الدمشقي. هذا من زمن الإمام سلطان بن سيف اليعرب يتكون. Fumery has a ancient tradition. It's a long-standing tradition. من هنا بدأت الحكاية قبل ما يقارب 400 عام. وهنا ابن الجبل الأخضر الأربعيني يجدد الحكاية. ومن هنا فاحت رائحة الحكاية في العالم أجمع منذ 40 عاما. We have actually been pushing the boundaries in the industry. يقول المثل العماني فإذا ما تعرف ولا الثمن يعرف. Making sure you're sharing with the world that the finest perfumery in the world is actually born. علاقة حميمة ومن ضمن الشغف اللي أنا اشتغلت هذا النشاط. محافظ عليه أبوي من زمن أبوه وأبوه من زمن أبوه والأجداد من سنين قديمة. It is passion for perfumery and it's passion for the art of perfumery. يذهب صانع ماء الورد إلى حقول الورد باكرا جدا. If you go to Jabal Akhtar, growing more than 2,000 meters above sea level, it's a rose which has very unique ingredients. فلما تشله في الجهة في المصنع يكون تشله في داخل قفير. القفير هذا من إسعاف النخيل. يتساءل أحمد المطور في هذه الصناعة. إذا عندك مزرعة إنتاجيتها اليوم 20 كيلو إلى 50 كيلو ما تقدر تلبي أصلاً هذه الكميات كبيرة بشكل كبير. بينما يستمر عبد الله الصقري في عمله. متعلقا بأدواته التي ورثها وآمن بها. حطه في داخل الفرم هذا البرمة هذه نسميها برمة. بخبرته الطويلة التي نقلها لأبناء بلدته. إن في ذا مثلا مترطب الجو وأمطار خذ مناك ولو تأخذ بغالي أتحس المنتوق منه. لكن إذا كان الجو جاف والأمطار أقل والجو ناحف بيأثر على جودة الزيت بشكل. It's not just the ingredients, it is actually also how they are harvested. أوجد أحمد الحل لاستيعاب الطاقة الإنتاجية لورد الجبل الأخضر من خلال إنشائه مصنع تقطير النباتات العطرية. الجهاز هذا فعلاً جهازنا يعطينا الآن ما شاء الله السعة الإنتاجية والخام 200 كيلو. يعطيك الآن 200 كيلو من الخام بسعة متعددة ما شاء الله سواء أنت بالنسبة للمزرعة أو نشتري من الأهل. ولم يكتفي بذلك بل قام بالتوسع في زراعة الورد. عدد أشجار الورد تقريبا يقارب في الجبل الأخضر ولاية الجبل الأخضر من 5000 تقريبا إلى 7000 شجرة. لا يعتبر شيء. الآن جالسين الآن نتطور في موضوع التوسع في زراعة الورد وكذلك التوسع بالنسبة لموضوع إدخال الوسائل الحديثة في استخلاص زيت دهن الورد. If you look at Oman, it's known for pure oils. It's known for the use of raisin. أثناء التوسع في زراعة الورد، جلب أحمد أنواع الورد من عدة دول. إلا أن هناك فوارق شاسعة في الجودة. فعلاً يختلف. من نوع إلى نوع. على سبيل المثال من أجود أنواع الورد اللي الآن ما شاء الله البلغاري والعماني يعتبر من أجود أنواع الورد اللي هو العطري. نشاهد ماء الورد باللونين الماء الأحمر والماء الأبيض. فماذا تبوح به الخبرة المتراكمة؟ قتل من زمن آبانا وجدودنا وجدود جدودنا الماء الورد الأحمر. الماء الورد الأحود الأحمر يجلس سنين مدة لكن الورد الأبيض ما يستوي لا على الحلوى ألا نعم يعطيك شهية في البداية وفي النهاية خلاص انتهى. إلا أن هذه العملية الكيميائية لم تنتج دهن الورد. بالنسبة للدهن وغالي السعر اللي هو دهن الورد يعتبر محروق. فلذلك كان انتبهنا على أساس أنه كيف ممكن
نوصل إلى العالمية، نوصل إلى ما وصل إليه الطرق الحديثة في استخلاص الدهن الورد بالطرق الحديثة. نتعمق في جذور شجرة ورد الجبل الأخضر لنعرف أصل الحكاية. الورد العماني هو الورد العماني، يعتبر هي الوردة الدمشقي، وفعلا استقلب من الهند وبعضه استقلب من إيران في فترة في العهد الزاهر لدولة اليعاربة. هذا من زمن الإمام سلطان بن سيف اليعرب يتكون. أي أن تاريخ زراعة الورد وصناعة ماء الورد في عمان لا يقل عن 400 عام، ووقع الاختيار على الجبل الأخضر لزراعة الورد به، وذلك لتشابه مناخ الجبل بمناخ البحر الأبيض المتوسط. محافظ عليه أبوي من زمن أبوه، وأبوه من زمن أبوه، والأجداد من سنين قديمة. دخل مصنع ماء الورد وهو ابن السادسة، فرآه أباه. قال تعال أقول لك. قلت نعم. قال هذه واحدة برمة، وهذا قرص، هذا طاسة، وهذا كذا، وهذا خرص صيني، عطاني واحدة، وقال أنت شل فراخ ما تريد، واعمل بنفسك، سوي وحدك، حالك وحدك، أنا ما أريد منه شيء. فأنا بديت من هذاك الوقت. So it is something actually a skill which has been passed on from generation to generation. In fact, it has been mastered over time. من أيام الصغر كنا يعني نقوم بمهنة تقطير الورد بالطريقة التقليدية. فجاءت الفكرة على أساس كيف ممكن أن نطور طريقة تقطير الورد والاهتمام تطويرها من النظام التقليدي للنظام الحديث، وكذلك الاهتمام بالزيوت العطرية بشكل عام. There's a very clear link between, I think, the success of Amouage and Oman and the Omanis. تتجلى خبرة الحرفي العماني عبد الله في التمييز بين جودة ماء الورد بطريقة يعتبرها سهلة. أولاً ما بدأ، فلما تبطله من الغرشة وتشمه تنعرف، ويحاول مرة أخرى أن يبسطها لنا. ثم بعد، فإذا مثلاً صبيت في الغطاء وسويته في داخل راح تكفك، وسويته كذا شوية تعرفه. كيف تعرف عنه؟ فإذا لقيت الماء الورد سويته في داخل راح تكفك وسويته كذا، شوفه في حموضية ومرورية، هذا ماء الورد الأصلي. Now I would say in Oman it is not a profession, it is actually a skill. لو كانت رائحة ماء الورد ترابية فينصحنا أن نبعد أنفسنا عنه، أما عن دهن الورد فله معيار آخر. دهن الورد يتميز إذا مباشرة يعني كان عند جو بارد مباشرة يتجمد، هذه الجودة العالية للورد. أعرفه إنه إذا تجمد مباشرة أن هذا دهن أصلي، ما في أبدا أي إضافة. بينما تقاس جودة باقي الزيوت العطرية كالياس والريحان وعشبة الليمون بخلاف ذلك، مختلفة اختلاف كلي. عندما أضعها في الثلاجة أبداً ما تتجمد. We all know the frankincense burners, but also the rose water is part of, you know, the traditional way to welcome guests to your house. عندك يا أيها الضيوف رش الماء الورد، مناسبات العروس، هذا على ما شفت هذا المرش كان صفر ويسويه يبخوه ريحة ماء الورد. احتفظ عبد الله بزجاجة ماء الورد لمدة 50 عاما دون أن تتأثر جودة الماء. قلبت سودة الغرشة، كم مثل تشوف هذه الغرشة وتشوف موجودة مثلها هي، لكن ماء الورد من شله على شعة الشمس ولا على الليت أشوفه نفسه، ما في شيء أبدا، مستحيل. So I think there are two elements which are very prominent. One is it's the art and the craft, so the craftsmanship, and on the other hand it is about ingredients. تزداد جودة ماء الورد كلما قدم عبر الزمن. كل ما من قد شهر قاع أحسن وأفخر، من قد سنة قاع أفخر،
الماء الورد. يلتقط ماركو بارسيلا ما يعنيه عبد الله ويتعمق فيما بين السطور. To be a good perfumer, we all need to be a little bit like farmers. It all starts with the ingredient. وماذا عن الطريقة المثلى للاحتفاظ بجودة ماء الورد؟ سويت في بلاستيك ما يعيش، ولو تخليه البلاستيك يمكن تقريبا 6 أشهر أو سنة تلقى خلاص عفن ما يصلح. لكن في الزجاج هذاك ما تشوفته وهذاك تشوف ما تشوف هذا خليه مكانه. لم نكن نعرف أن دهن الورد أصبح يصنع في عمان وتحديدا في الجبل الأخضر. خلال السنتين الماضيات 3 سنوات الماضيات يعتبر أول مصنع عماني لإنتاج زيت ودهن الورد العماني. ومن هذا المصنع دخلت سلطنة عمان إلى قائمة الدول المنتجة لدهن الورد بجانب السعودية وبلغاريا والهند وتركيا. الآن خلال هذه السنوات الحديثة والهدف من تطوير مشروعنا هو صناعة تطوير الورد من النظام التقليدي إلى النظام الحديث. أهله ذلك إلى التعاون مع عملاق صناعة العطور في العالم. It's basically the push for finding something new, combining tradition with innovation, combining basically traditional art and craftsmanship with new technologies. تم تعاون مع شركة أمواك للعطور على أساس الآن جودة المنتج، وفعلاً المنتج العماني ودهن الورد العماني يعتبر من أفضل وأرقى جودة على مستوى العالم من حيث دهن الورد العماني. حصاد الورد في الجبل الأخضر موسمي، يبدأ في نهاية شهر مارس ويستمر إلى منتصف شهر إبريل من كل عام. فماذا سيفعل أحمد في بقية العام؟ الجهاز هذا نفسه بالطريقة الحديثة تم تصميمه على أساس الاهتمام بالنباتات العطرية الأخرى، الياس، الريحان، عشبة ليمون، النعناع، القعدة، اللافندر، إكل الجبل، وهلم وجرا من البيئة العمانية. يقدم أحمد الصقري تجربة جديدة في تقطير النباتات الطبية، ولأول مرة قطرنا اليوم شجرة الراك. يرتبط أحمد بمشروعه الخاص بعلاقة خاصة، علاقة حميمة، ومن ضمن الشغف اللي أنا اشتغلت هذا المشروع. We often say Amouage is Oman and Oman is Amouage. What we want to make sure is we want to make sure as we are very proud of being an Omani company, we want the Omanis to be very proud of Amouage. إلا أنا الله تعالى يستخيني أيبقى تراث حال أولادي وأولاد أولادي. مخنا تراث أصلي. تعطرنا وإياكم بحكاية حرفة عمانية أصيلة، عطر أصيل من الماضي وأمواج متدفقة من عطور الحاضر والمستقبل. إلى اللقاء.